اسم الدرس: أنماط التنقل عند الحيوان برا بحرا جوا. المحور: التنقل، الموضوع: أنماط التنقل عند الحيوان برا بحرا جوا. الهدف: أتبين أنماط تنقل الحيوانات. أبحث. ابحث في موسوعتك العلمية أو أبحر في عالم الإنترنت. للبحث عن أسماء حيوانات برية وبحرية وطيور نادرة، واذكر أنماط تنقلها والأوساط التي تتنقل فيها. الإجابة: الإجابة ستكون في شكل جدول نوضح فيه المطلوب على النحو التالي نوع الحيوان أسمائها أنماط تنقلها الأوساط التي تتنقل فيها حيوانات برية الحمار البقر الفيل الجمل السلحفات مشياً الحصان الكلب الفهد عدوا الارنب الكنغر قفزا اليابسه البرمائيات مثل الضفدع قفزا سباحه اليابسه البحر حيوانات بحريه الاسماك سباحه البحر البط المشي السباحة، الطيران، اليابسة، البحر، الجو، طيور نادرة، عصفور تكاهي، المشي، طائر أصفر الرأس أبيض العنق، الطيران، طائر البوهيمي، الطيران، الطائر الكاتب أو ما يعرف بالصقر، الجديان المشي العدو الطيران الجو عصفور تكاهي اصفر الراس ابيض العنق طائر البوهيمي الطائر الكاتب سمي طائرا او حيوانا اثار اهتمامك واعجبك صفه اثناء تنقله الاجابه لقد اعجبني الطائر الكاتب لذا ساصفه لكم اثناء تنقله عندما يريد طائر الكاتب الطيران يجري مسافه على الارض قبل ان يقلع ويحلق في الجو وهو من النسور التي تمتاز بالقوه والقدره على الفتك بالفريسه والطيران والعدو وإن كان يقضي معظم وقته ماشيا على الأرض بخطى ثابتة على ساقيه الطويلتين وسط الحشائش وبين الشجيرات والأعشاب. طائر الكاتب وهو يمشي بخطوات ثابتة وقوية. طائر الكاتب وهو في حالة الإقلاع. اجمع في ظرف صور لحيوانات تعيش في أكثر من وسط. الإجابة: البرمائيات هي جملة من بعض الحيوانات التي تعيش في أكثر من وسط، فهي تعيش في البر والبحر في آن واحد. السلحفاة، التمساح، الضفدع، الإشكالية، تأمل هذه الصورة، كيف يتم تنقل الحمامة والبطة؟ الإجابة تعتمد الحمامة في تنقلها الطيران على العضلات الصدرية التي تساعد على تحريك الجناحين بصفة مستمرة عند الطيران، ووجود طبقة عازلة من الريش تتلائم مع الطيران، كما أن ريش الذيل والجناحين طويل وقوي يساعده على الانسياب في الفضاء. مراحل التنقل طيرانًا الاستعداد الانطلاق، التحليق، الهبوط. يتنقل البط سباحة بالاعتماد على الغشاء المتواجد بين أصابعه أو مشيا على قوائمه، وفي حالات أنواع البط الأخرى يتنقل جوا ويطير مستعملا كلتا جناحيه الطويلتين. *أتثبت، ألاحظ هذه الحيوانات وأذكر نقاط التشابه والاختلاف بينها بخصوص التنقل. أقوم بتصنيفها حسب الخاصيتين التاليتين: تتنقل في وسط واحد، تتنقل في أكثر من وسط. الإجابة: سنقوم بتصنيفها حسب المطلوب كالآتي: حيوانات تتنقل في وسط واحد: الدجاجة، الغزالة، السمكة، العصفور، الكنغر، الفهد، النعامة. حيوانات تتنقل في أكثر من وسط: التمساح، البط، طائر اللقلق أذكر كيف تتمكن بعض الحيوانات من التنقل في أكثر من وسط واحد؟ الإجابة: عادة الحيوانات التي تستطيع التنقل في أكثر من وسط واحد هي البرمائيات كالضفادع، التماسيح، وغيرها والطيور التي تتنقل في الماء وعلى اليابسه وفي الجو مثل البط البري اصنف الاعضاء التي تتنقل بواسطتها بعض الحيوانات التي تتنقل في اكثر من وسط واحد الإجابة: الأعضاء التي تتنقل بواسطتها بعض الحيوانات التي تتنقل في أكثر من وسط واحد هي: قوائم تنتهي بأصابع يصل بينها غشاء جلدي بحيث تصير هذه الأطراف صالحة للدفع والتجريف، مما يساعدها على التنقل في الماء بكل يسر. أجنحة طويلة تساعدها على التحليق مع وجود طبقة عازلة من الريش تتلاءم مع الطيران الزيل والجناحان شكل جسمها المغزلي يساعد على الانسياب في الفضاء أطبق هذه مجموعة من الحيوانات التي تعيش في أوساط مختلفة أصنفها حسب خاصيات من اختياري كنغر نمر سبع فقمه صقر نعامه حوت جرذ الاجابه سنصنفها حسب نمط تنقلها بوضع علامه قاطع ومقطوع في الخانه المناسبه مشي عدو قفز طيران سباحه كنغر نمر سبع فقمه صقر نعامه حوت جرذ ارسم اثار الحيوانات التاليه على اليابسه كما يشير اليها الرسم الاجابه اثار الارنب اثار الحصان اثار العصفور ارسم جناحي حمامه اثناء التحليق وعند النزول ماذا الاحظ من خلال الرسوم الاجابه يجب على الطائر أن يضرب الهواء بجناحيه حتى يحلق فوراً، وأثناء التحليق يقوم بحركات سريعة ومتتالية للجناحين بهزها فوق، تحت، أي الخفقان على مرحلتين؛ خفق الجناح لأسفل، والذي يوفر أغلب قوة الدفع، وخفق الجناح لأعلى والذي يمكن ان يوفر كذلك بعض الدفع للطائر ومع كل خفق لاعلى يتم طي الجناح قليلا للداخل لتقليل المقاومه العلويه كذلك الابقاء على استقامتهم وحتى يظل الطير محمولا في الهواء اثناء الطيران لابد من ان يكون ضغط الهواء اسفل الجناح اكبر من اعلاه اعلم من الحيوانات ما يعدو كالحصان، ومنها ما يقفز كالأرنب، ومنها ما يمشي، ومنها ما يزحف، وفي الجو تطير الطيور والحشرات والخفافيش، وفي الماء تسبح الأسماك والسلاحف البحرية والضفادع، ويتم ذلك بواسطة أعضاء ملائمة لكل نمط من أنماط التنقل، التكيف للتنقل يطير النسر بسرعة 190 كيلومتر في الساعة في حين تصل سرعة الخطاف الى 200 كيلومتر في الساعة يعد الفهد بسرعة 100 كيلومتر في الساعة اما سمكة التون فتصل سرعتها اثناء السباحة الى 80 كيلومتر في الساعة تعلمت أتأمل الصورة أعلاه وأعبر عن أنماط تنقل بعض الحيوانات والأوساط التي تتنقل فيها الإجابة من خلال مشاهدتنا للمشهد السابق نلاحظ أن جميع الحيوانات الظاهرة هي حيوانات تتنقل على اليابسة إما مشياً أو عدواً وذلك بالاعتماد على اتساع قفصها الصدري وطول قوائمها. أقيم مكتسباتي، أتأمل الصور التالية وأقوم بتعمير الجدول: الحيوان، نمط التنقل، وسط التنقل، أعضاء التنقل الاجابه الحيوان نمط التنقل وسط التنقل اعضاء التنقل الارنب القفز اليابسه القوائم الخلفيه الضفدع القفز والسباحه برا وبحرا القوائم الخلفيه والغشاء الرابط بين اصابعها العصفور المشي والطيران برًّا وجوًا الجناحان والساقان الصقر المشي والطيران برًّا وجوًا الجناحان والساقان أسئلة للتوسع مثل آثار بعض الحيوانات التي تعرفها وهي تمشي وهي تعدو على ورقة تصوير أو باستعمال تراب الحديقة ابحث عن اسرع الحيوانات والطيور والاسماك مدعما بحثك بمثال عن معدل سرعتها